خويا انا جاي للمنزل ديالنا حتى تنتصادم بان ليا واحد مجموعه ديال الناس واقفين ما فهمتش. ملي جيت نسقسي ونسول الناس ديال الحي وهادي هما يقولوا لي بان واحد الاخ هو ماشي هو غير ماشي مقيم ولكن مع ماشي مقيم في هذاك المنزل ولكن عائلته كاينه في هذيك الدار. لقينا قلت لهم معلوم قال لك تشنق السبب الله اعلم ولكن على حسب داكشي اللي تيداول امام الساكنه وداكشي داكشي اللي تيداول قالوا لك ان السيد هذا انسان طيب كلشي صراحه هذه فاجعه ما اثرت فينا واثرت في الساكنه وفي الناس ديال الحي هادشي تي صراحه ما تيحز في القلب والامر لله وان الله وان راجعون وهادشي تي صراحه تيألم لان احنا بعدا كي معمرنا ما تفاجئنا ما عمرنا شفنا بحال هادشي الواقع ما عمرنا شفنا هادشي عشناه بحال قلتي ملموس وهادشي كلشي الساكنه كلهم متاثرين وان الله وان اليه راجعون. السلام عليكم خو احنا تضمنا بهذا الواقع اللي طرات في الامال شفنا الدري معلق ما كنعرفوا عليه والو لكن هذا الخبر تنشر الدري ما عارفين عليه والو لكن احنا تصدمنا بهذا الخبر وصافي هادشي اللي كاين وكنطالبوا بهاد الناس يتاخذوا الحق ديال الدري وصافي. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.